بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن بتوفيق الله في هذا المجلس الثالث عشر أو هذا الدرس الثالث عشر حول موافقات الشاطبي وحول كتاب المقاصد بصفة خاصة، وقد مضى معنا في الحصص الماضية التعرف على ثلاثة أنواع من مقاصد الشارع، وهي قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وقصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. واليوم نبدأ مع النوع الرابع الذي هو قصد الشارع في وضع الشريعة ودخول المكلفين تحت مقتضاها، دخول المكلف في التكليف بأي قصد وبأي نية وبأي دافع يدخل أو ينبغي أن يدخل المكلف تحت تكليف الشريعة وتحت تكاليفها وتحت سلطانها. وهذا النوع هو أطول الأنواع الأربعة، بل إنه بمفرده تقريبا قريب أن يعادل يقرب من معادلة الأنواع الثلاثة الماضية، فهو نوع طويل، والذي طوله أو أطاله هو بعض الاستطرادات التي سنمر بها وربما نمر بها بشيء من الاختصار. إذن فيها في هذا النوع استطرادات مطولة في بعض المسائل التي ليست من صميم الموضوع. هذا النوع كذلك يهيمن عليه موضوع الهوى، اتباع الهوى وعدم اتباعه ومنزلة ذلك في قصد الشارع وفي مضادة قصد الشارع إلى آخره. فتقريبا إذا كان النوع السابق هيمنت عليه قضية المشاق وأنواعها وقصد الشارع فيها، فهذا النوع يهيمن عليه موضوع سلطان الهوى وسلطان الشرع، المكلف بين سلطان الهوى وسلطان الشرع، أو بين سلطان الأهواء وسلطان الأحكام الشرعية. وللفائدة قبل أن ننطلق مع مسائل الشاطبي رحمه الله، أشير إلى كتاب قيم، وهو مؤلف بطبيعة الحال قبل الشاطبي، وهو في موضوعنا موضوع الهوى، وهو كتاب ذم الهوى لابن الجوزي. وبما أن الشاطبي لم يعرف الهوى، مع أن عليه مدار كلامه في يعني في مسائل عديدة في نحو في 20 مسألة، الهوى هو المركز ومحور هذا النوع، ومع ذلك لم يعرفه كما عرف المشقة وأنواعها واصطلاحاتها. فأريد من فوائد كتاب ابن القيم من تعريفه للهوى وبعض كلامه باختصار شديد حول الهوى. قال رحمه الله ابن الجوزي: اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه. هذا تعريفه للهوى، ميل الطبع إلى ما يلائمه. قد نناقشه أو نوضحه فيما بعد. ثم يقول: وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. معنى هذا أن الهوى من جانب ما ضروري لبقاء الإنسان. نعم، ذم الهوى لابن الجوزي، كتاب صغير ولكنه لطيف. وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل،
وإلى المشرب ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك كل ما يشتهيه. كل ما يشتهيه، لولا أنه لا يشتهيه، لولا أنه يشتهيه لما فعله، علما بأن كثيرا مما نشتهيه، إن لم لا نقول كل، كثيرا مما يشتهيه، وأهم مما يشتهيه، وأهم ما يشتهيه الإنسان تتوقف عليه حياته كالأمثلة التي ذكرها. ثم يقول: فالهوى مستجلب له، أي للإنسان، فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي. جعل الغضب هو الوجه الآخر للهوى، وإن كان الذي أراه أن الخوف هو الذي يقابل الهوى وليس الغضب. نعم، الخوف هو الذي يدفع عنا ما يؤذي، وهو الذي يقابل الهوى. تهوى شيئا فتنجذب إليه، وتخافه فتهرب منه، وليس الغضب. هذا تعليق عابر. ثم يقول ابن الجوزي: فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق. وهو كأنه مسبقا يرد رأي الشاطبي. الشاطبي حملته لا تبقي ولا تذر من الهوى كما رأينا سابقا. قال: فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يذم المفرط من ذلك، وإنما يذم المفرط من ذلك، أو لعلها في ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. ولما كان الغالب من موافق الهوى أنه لا، ولما كان الغالب من موافق الهوى، أي من يعمل على وفق الهوى، أنه لا يقف منه على حد المنتفع، أطلق ذم الهوى والشهوات لعموم غلبة الضرر. إذن فقصده حتى هو إذا أطلق ذم دون تحديد ودون تمييز، فلأن الغالب على الناس إذا اتبعوا الهوى واسترسلوا معه أنهم لا يقفون عند الحد الضروري وعند الحد النافع. ثم قال فلما كان هذا هو الغالب، ذكرت في هذا الباب ذم الهوى والشهوات مطلقا، وسميت كتابي بذم الهوى لذلك المعنى. وإلا العنوان نفسه فيه إطلاق ذم الهوى، فقال لهذا الغرض أو لهذا الاعتبار يذكر ذم الهوى مطلقا، وإلا فالهوى ليس مذموما مطلقا. هذا تعريف. و لعل هذا هو المعنى اللي قصده الشاطبي. نعم تقريبا. نعم، لعل هذا هو المعنى. إيه، لكن الشاطبي لم أقف له على مثل هذا الاستدراك، ولو مع أنه فصل أكثر بطبيعة الحال. هذا النص أنه يقول فيه أن الهوى ليس مذموما مطلقا، لكن الهوى المذموم هو الذي ينقض الشريعة بهذا المعنى. نسيت لأن طلب على كل حال لعلنا نقف عليه إن شاء الله. جعل الهوى تابعا. لا، هو على كل حتى الآن، لأنه سيأتي قريبا. الهوى مذموم ولو جاء في سياق محمود، بمعنى العبادات قد يكون فيها هوى. سنرى هذا قريبا. فإذا حقيقة أنا أحسست أن الشاطبي شدد كثيرا في موضوع الهوى. نعم. إذا نبدأ مع الشاطبي من المسألة الأولى، ولن نتجاوزها اليوم، هي والفصول التابعة لها، لأن هي المسألة الأم في هذا النوع كله الذي فيه 20 مسألة. إذا المسألة الأولى يقول فيها: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هنا هامش توضيحي لا بأس به مفيد للشيخ دراز في التمييز بين هذا النوع والنوع الأول، وإن كان التمييز حقيقة يتضح في قوله في النوع الأول، لكن في المقدمة حين كان يستعرض قال: وضع الشريعة ابتداء، هكذا سمى النوع الأول، قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ذكر هذا في المقدمة وهو يستعرض الأنواع، لكن لما جاء إلى النوع الأول لم يضع هذه الكلمة. فإذا وضع الشريعة ابتداء
هي كما قال الشيخ دراز معناه وضع نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك به. والرابع الذي نحن فيه اليوم هو أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد له لا لهواه. هكذا قال المحقق صاحبنا. قال قلت بهذا اللفظ وإن كان هو لم يقل شيئا، قلت ويتضح الفرق جليا بين النوعين من النظر في مباحث كل منهما، ولكن العبارات التي افتتح بها الكلام في كل من النوعين أيضا إلى آخره. هذا السطرين منقولان عني في كتاب نظرية المقاصد صفحة 156، مع أنه قال قلت، لو نقل هذا دون أن يقول قلت. نعم ليس أول مرة، لا مرات لك قلت هناك قلت لا. لا هو أضاف قلت حتى يتبنى وفي فقط غلط يعني. لا هو كما بلغ هذه البعض أنه كان بعض طلبة يهيئوا له هذه الهوى، الله أعلم. على كل حال هذا كثير، مع العلم أن تعليقات الشيخ دراز وغيره دائما وضع لها رمزا فيضعها، ويضع مثلا دراز دائما يختمها بحرف الدال، والخضر حسين بحرف الخاء، وهكذا الريسوني مستباح بدون أي حالة. إذن هذه هي القضية الأولى، المقصد الشرعي من وضع الشريعة بصفة عامة شاملة، أن من مقاصد الشريعة كلها في مجملها وفي كليتها هي أن يخرج المكلف عن داعية هواه. إذن إخراج المكلف عن داعية هواه من المقاصد العامة المستمرة المضطردة في كل الشريعة، في كل الشريعة. هذا هو كلام الشاطبي كما سيتضح. إذن هذا ليس مقصدا لبعض الأحكام، وليس مقصدا لباب معين أو لحكم معين، بل هو مقصد للشريعة كلها. بل هذا المقصد في الحقيقة إذا نظرنا وسننظر يبقى أعم من قضية الضروريات الخمس. ضروريات الخمس حفظها، كل واحد من الضروريات الخمس سنجده محفوظا في جملة من الأحكام كثيرة بطبيعة الحال، منتشرة في أبواب الشريعة. نعم، ولكن حفظ أو إخراج المكلف عن داعية هواه هو مقصد لجميع التشريعات وجميع التكاليف الشرعية في جميع إلى آخره كما سنرى. فهو نعود هذا بالتوحيد مثلا، لا هو الآن بالنسبة للشاطبي التوحيد هو جزء من هذه القضية، بمعنى أعم من التوحيد، لأن إخراج المكلف عن داعية هواه موجود في العقيدة، أي في التوحيد وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الآداب، في كل شيء هناك ملمح اسمه مخالفة الهوى وإخراج الإنسان من أن يكون على هواه إلى أن يكون على الشرع. أفرأيت من اتخذ بلا هواه، وسيذكر الأدلة الكثيرة. إذن هذه قضية فيها عموم واسع جدا، بحيث الشريعة كلها جعل هذا مقصدا من مقاصدها الأكثر عموما وانتشارا. يعني الذي لم أفهمه هو أن التوحيد هو يخرج العبد من داعية هواه بأنه يخضع لله، وإذا خضع لله لم يخضع لأي شيء آخر، فخرج عن داعية هواه. لا أنت تقرأ شيء من الكتاب ولا تقصد؟ لا لا لا، هذا رأيك. تعليق. نعم. يعني استفسار. لأنك تنظر في الكتاب فأوهمتني أن هذا. إذا كانت الأحكام التكليفية العملية تخرجه من داعيتها، وأنا لم أفهم كيف هذه الأحكام تخرجه من داعيتها، لأن هذه الأحكام يعني قد يلتزم بها صاحب الهوى وغيره. فإذا التزمت بحكم من الأحكام العملية يعني كيف يعني يعتبر هذا إخراج خروجا من الهوى؟ طيب
التوحيد هذا يعني مفهوم، ولكن لا، هو موضوعنا اليوم كله سيكون جوابا على السؤال، فلا استعجل. على كل حال بالنسبة للشاطبي كما سنرى يعني في الدقائق القريبة، أن التوحيد والعبادات والمعاملات والنيات والآداب كل شيء هو عبارة عن إخراج للمكلف عن قانون الهوى إلى قانون الشرع باختصار. كيف ذلك؟ تفاصيله. أولا الأدلة، طبعا ربما هذا من الوضوح بمكان، لكنه مع ذلك أورد عليه عدة أدلة أختصرها فيما يلي. أولا العبادة نفسها، العباد خلقوا للعبادة، والعبادة مضادة للهوى. إذن كون الإنسان يقوم بالعبادة، فالعبادة لا توجد عبادة يهواها الإنسان. الإنسان يهوى الطعام والشراب والجري واللعب والنوم والشهوات والملابس والذهب والفضة، كما في الآية زين للناس حب الشهوات إلى آخره، لكن العبادة تكون بكلفة والإنسان يلزم نفسه بها. صحيح كلفتها تزيد وتنقص وتختلف. في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، لا العبادة ممكن دكتور يعني يهوى يعني نتائج العبادة مثلا الطمأنينة والاستقامة. سيأتي شيء من هذا، لكن العبادة في أصلها نحن نذهب إلى الطعام بشهوة، نذهب إلى الصلاة بقرار وبتكليف شرعي، هذا هو هذا الأمر الواضح. نحن نصوم لم يقصد الهوى المادي لا يستثني شيء. هوى قد يكون بدنيا ونفسيا وعقليا وفكريا كما سيأتي، فاصبروا علي أو على الشاطبي قليلا حتى ترتسم الصورة، على الأقل حتى ترتسم الصورة. إذن عنده العبادة مضادة للهوى، وما دام الشرع فيه حيز كبير للعبادات فهذا في حد ذاته دليل على أنه جاء يخرج الناس عن أهوائهم. إذن أورد في ذلك ما أورده من آيات تتعلق بالعبادة نعرفها جميعا ولا تحتاج إلى بيان. الدليل الثاني هو ما ورد في الدين من ذم الهوى بشكل مباشر بلفظ الهوى في الآيات والأحاديث، ووضع الهوى في مقابل الحق وفي مقابل الهدى إلى آخر آيات عديدة. الشهوات والأهواء توضع في كفة، والحق والشرع والوحي يوضعان في الكفة الأخرى. إذن هما خياران، هما نقيضان، هكذا في عدد كثير من النصوص أيضا أوردها في الدليل الثاني. الدليل الثالث هنا يحتكم إلى التجارب والعادات، وهو أن تجارب وعادات العقلاء والأمم والشعوب تدل على أن لا شيء يعول عليه مع الاستسلام للهوى، لا شيء يتم إنجازه لا علميا ولا مصلحيا ولا ماليا، كل شيء معتبر في هذه الحياة الدنيا. دلت التجربة أن الاسترسال مع الهوى مضاد له. هذه تجارب الأمم والشعوب وتجارب العقلاء وخلاصاتهم واستنتاجاتهم. دائما كل شيء ذو بال وذو شأن وذو وزن إذا أريد القيام به وإذا أريد الوصول إليه وإذا أريد إنجازه لا بد من مخالفة الهوى، ولا بد من كبح الهوى، ولا بد من السير في طريق مناقض لطريق الهوى. وهنا يقول فكرة سأربط بينها وبين بعض الأفكار الحديثة أو الحدثية، يقول وإذا كان كذلك يعني بناء على تجارب الأمم وعاداتها في الحياة الدنيا، وهو أنه كما قال علم بالتجارب والعادات أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض. قال وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، لأن اليوم بعض كتابنا المعاصرين والعصريين
يسايرون أن الشريعة تريد المصلحة، ثم بعد ذلك يقطعون مع الشريعة عند هذا الحد، يأخذون من الشريعة هذه المسلمة، ثم بعد ذلك كل شيء يدخل تحت المصلحة على وفق ما يقول الشاطبي، أنها كأن المصلحة هي مراعاة مقتضى الشهى العباد وأغراضهم. ماذا يقصد بأغراضهم؟ أغراض النفوس، أهدافهم، أغراضهم، منافعهم الخاصة وطلباتهم الخاصة وتشهياتهم وتمنياتهم إلى آخره. فاليوم بعض يعني من يكتبون في المصلحة ينطلقون ما يسميهم أحيانا الشيخ القرضاوي الطوفية الجدد أو المصلحيون الجدد، يعني يقبلون بل يحتفون بكون الشريعة تريد المصالح، وإلى هذا الحد يكونون متفقين مع الأمة كلها ومع علماء الأمة، وعلماء الأمة متفقون على هذا إلى هذا الحد. لكن ما هي المصلحة؟ هذا هنا مفترق الطرق. المصلحة ليست هي الهوى والغرض وما يشتهيه الناس، بينما في المفهوم هذا المفهوم الذي يسود عند بعض الناس، المصلحة هي ما نريده باختصار، ما نريده كأفراد، حرية فردية، كبرلمانات، كأحزاب، كحكومات، ما نريده هو المصلحة. اتفقنا مع الشريعة أننا جميعا نريد المصلحة، بعدين تتوقف الشريعة ونبدأ نحن في تفعيل مفهومنا للمصلحة. هذا المفهوم يبطله الشاطبي بهذا القول، أولا بصفة عامة بكون كل ما كان مجاراة للهوى فليس بمصلحة، ثم بهذه العبارة: وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم. هذا الدليل الثالث من أدلته. بين قوسين دكتور، على ذكر الطوفي، يعني في قضية تقديم المصلحة عن النص، يعني ربما مظلوم يعني في هذه المسألة، حتى الشيخ يوسف القرضاوي استدرك يعني في يقدم المصلحة، يقول بأنه يقدم المصلحة على النص غير القطع الدلالة أحيانا. لا، هو أثير نقاش مؤخرا في موضوع هذه المسألة، موضوع الطوفي هذا من حديقتي الخاصة يعني. فالطوفي لو أخذناه حرفيا بكلامه لم يظلم شيئا، إذا أحسننا الظن وتأولنا أو فرضنا وقوع خلل ما في النص أو نقصا ما أو كما يقال خانته العبارة أو كذا، نعم سنجد له هذا هو. أما لو أخذنا الطوفي بحرفية كلماته، بعض كلماته، فهي كما يقال وكما ينتقد عليه. قسوت عليه بالعبارة. نعم، قسوت عليه. هذا صحيح، مش قسوت، كنت خشنا، مش العبارة القديمة، أول ما وكان هذا مما انتقد عليه في مناقشة لائقة. ها؟ لم تكن لائقة. من قال هذا؟ أنا وأنا أوافقك وأنا أوافقك، وانتقدت علي في المناقشة ولم أغيرها، عبارة معينة على كل حال، قلت أصيب بما يشبه العمى وما زالت في الكتاب، وحين أمر بها أتأسف لكن هكذا كنت، يعني هي شوية انفعال. أما النقد ما زال. لكن هل الطوفي طبق هذا في كتابه؟ نعم، هل طبق هذا الكلام؟ لا، هو مما حسن نظرتي للطوفي أني فيما بعد قرأت له كتبا عديدة ولم أجد هذه الفكرة. وجدت الرجل مستقيما في تفكيره، بل وجدته في بعض كتبه أشعاريا متشددا إلى آخره. ربما انساق مع الاحتمال العقلي فقط. نعم، ربما انساق مع الاحتمال العقلي بأثر كلامي، الله أعلم. حتى احتمالات على كل هذه الاحتمالات عديدة، له مثل هذا أيضا على أثريته، له مثل هذا احتمالات عديدة. نحن كلنا يمكن أن نكتب شيئا ونراجعه فنغير، قد لا يكون هو راجع هذه المراجعة المطلوبة، فبقيت بعض العبارات هي أسوأ عبارات الطوفي رحمه الله، هي لما قال: والمصلحة هي مصدر الوفاق، هي متفقة ومنضبطة في ذاتها وهي مصدر الوفاق، والنصوص مضطربة مختلفة وهي سبب الافتراق. هذا كلام سيء جدا للرأس، كلام
مشابه لهذا الكلام ولم يعني لم يثار حوله. نعم لم يثار هذا يعني رد عليه ابن تيمية في إدارة تعارف العقل والنقل وبدأ بكلام الرازي ثم رد عليه ردا طويلا، ولكن لم يثار هذا كما أثير النقاش حول التوفي. لا كيف مثل هذا الكلام؟ لا أقصد يعني أن التوفي الآن يتخذ ذريعة من قبل بعض الحداثيين يعني يعتمدون عليه ويستدلون به، ولكن لم يفعل هذا مع الرازي مع أنه كذلك كانت له. إيه ماذا قال الرازي؟ مثل هذا الكلام هو قال أنه لا مثل هذا الكلام هذا لا معنى له. ماذا قال؟ الآن أنا أحكي لك كلام الطوفي بحرفه بألفاظه. المصلحة منضبطة معروفة معلومة في ذات منضبطة في ذاتها وهي سبب الوفاق. إذا أردنا الاتفاق نتمسك بالمصلحة، والنصوص مختلفة متضاربة وهي سبب الخلاف. هذا كلام خطير. لكن يعني هل قال الرازي مثل هذا؟ هو يقول أن العقل يقدم على النقل. هذه أشياء أخرى. ماذا يقصد بالعقل؟ القدماء يقصدون بالعقل غير نحن، ما نقصده نحن بالرأي. لا، العقل غير الرأي. لا يقول أحد بتقديم الرأي على الشرع، لكنهم يقولون بتقديم العقل على النص، لأن العقل يقصدون به الأمور القطعية التي لا يختلف فيها اثنان. فهذا نعم هذا لابن تيمية، ولأجله ألف كتابه درء التعارض في 10 مجلدات للرد على الرازي وأمثاله من المتكلمين. لكن هذا شيء آخر، هذا مختلف. أما على كل حال هذا هو نمشي. بعد هذه الأدلة الثلاثة، العبادة في حد ذاتها إخراج ومضادة للهوى وإخراج منه، ما ورد من نصوص في ذم الهوى ووضعه في مكان النقيض وفي كفة النقيض للحق والشرع والصواب. الشيء الثالث هو تجارب الناس وعقلاء وتجارب الأمم وعقلائها في أن استرسال مع الهوى لا يحقق شيئا يعتد به، وأن كل غرض معقول وشريف ونبيل أريد تحقيقه لا بد من مخالفة الهوى. بعد هذه الأدلة الثلاث يأتي إلى اعتراض كعادته ليصفي أدلته وتبقى بدون اعتراض. فإن قيل وضع الشرائع إما أن يكون عبثا أو لحكمة، فالأول باطل باتفاق، وقد قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وإذا كان لحكمة ومصلحة، فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى أو إلى العباد، ورجوعها إلى الله محال لأنه غني ويستحيل عود المصالح إليه حسب ما تبين في علم الكلام، فلم يبقى إلا رجوعها إلى العباد وذلك مقتضى أغراضهم. هذا الكلام الذي قرأته هو للرازي حرفيا، لكنه لم يسميه، وإن كان الرازي أورده في سياق آخر وليس ليقول إن الشريعة نزلت على وفق الأغراض. جواب الشاطبي أن هذا الاستدلال المركب الذي رأيناه قد يوحي أن الشريعة على وفق الأغراض، أي على وفق الأهواء، وتستجيب لأهواء الناس وتلبي رغباتهم. جوابه عليه أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشرع وعلى الحد الذي حده، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. بمعنى نعم، الشريعة تلبي وتستجيب وتحقق وتنيل الناس أو تمكنهم من مصائل آخر، ولكن بميزانها لا بميزان أهوائهم. هذا هو جوابه. بميزان ربما الأهواء السليمة. لا إذا وضعت مصطلح اسمه الأهواء السليمة هذا كلام آخر. لأن الحديث فيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع. هذه الأهواء السليمة طيب، هذه الأهواء الشرعية،
وهذه عند الشاطبي هي اتباع الشرع لا أقل ولا أكثر. إذا أنت تضع مصطلح جديد يعني ممكن تكون هي التي توافق يعني الشرع، فهذه التي يتحدث عنها الأهواء السليمة. طيب. يعني الحقيقة حقيقة البشر هي يعني الخضوع لله، يعني أقيم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. فهذا هو الدين، الدين الرجوع إلى إلى البشرية السليمة. إلى فإذا كانت إذا كان الإنسان يعني سلم من كل ما لحق به مما يشوب عن الرجوع إلى 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 حقيقته البشرية، فهذا يكون هواء هوى جيدا سليما جيدا. يعني هذا اصطلاحك أن هذا هوى، ولكن هذا حسب اصطلاح، حسب اصطلاح ليس هوى. الهوى هذه العبارات توحي بأن هناك تضاد بين ما يرغب ويتوق أو يعني يتشوف إليه الإنسان وبين الشريعة من جهة، مع أن الشريعة هي جاءت لأن يصطلح الإنسان مع ذاته، فهذه كأنه يعني يجعل كل حال. طيب الجواب يتضح أكثر موقف الشاطبي، وقد يكون عليه تحفظ ولبعض تحفظ أشرت إليه ونعود إليه، لكن دعوا نظرية الشاطبي ترتسم بكاملها. إذن هذا ما قرره الشاطبي، أن الهوى دائما ضد الشريعة، وأن الهوى لا يحقق شيئا ولا يحقق إلا الأغراض والشهوات والتي لا تنتج شيئا، وليس هذه هي مصلحة التي جاء بها الشرع، وأن مصلحة الإنسان هي التي تكون بميزان الشرع، وأن الشرع جاء لنزع كل سلطان للهوى ليعود المكلف في جميع خطواته وسكناته إلى أن يكون خاضعا للشرع متحركا في حدود ما رسمه له. بناء عليه رتب الشاطبي كعادته بعض القواعد التطبيقية لما مضى. هذه نظرية عامة تطبيقاتها من خلال ثلاث قواعد ومن خلال قواعد أخرى سنراها. قال: فإذا تقرر هذا إن بنى عليه قواعد، منها القاعدة الأولى هي أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخير، مقصود هنا الأمر أو الشرعي أو النهي الشرعي أو التخير الشرعي، كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخير فهو باطل بإطلاق. كل من عمل عملا لا دافع له ولا محرك له إلا ما تهواه نفسه دون التفات إلى أن هذا الشيء أباحه الشرع أو حرمه الشرع أو أذن فيه الشرع أو فرض أو طلبه الشرع، إذا لم يلتفت إلى شيء مما قرره الشرع أمرا أو نهيا أو تخييرا، وإنما التفت واعتمد على مجرد رغبته وميله وطبعه ومزاجه وهواه وشهوته، فعمله باطل بإطلاق، لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشرع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق. إذن الشاطبي هنا كما يفهم واضحا يضعنا جميعا أمام احتمالين ومسارين، إما أن يكون ما نقدم عليه من تصرفات نابعا من دوافع شرعية وضوابط شرعية، وإلا فهو الهوى، وما دام هوى فهو باطل. ومن الأحاديث أو الآثار اللطيفة التي استدل بها قول ابن مسعود رضي الله عنه لسائل سأله كما في الموطأ: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. القراء هنا من يحفظون، ولكن في زمان قليل فقهاؤه، عفوا، كثير فقهاؤه قليل قراؤه،
هنا تحضرني كلمة لابن العربي في هذا المعنى، يقول ما رأيت من الأئمة من حفظ القرآن كاملا إلا واحدا. يعني الأئمة لا يحفظون القرآن. واحد قال في العلماء الكبار الذين عرفهم، ولا أدري هل يقصد فقط الذين لقيهم ولا حتى من قرأ سيرهم، قال ما رأيته، هو هذا عبر بما رأيت، ما رأيت أحد. وأوردها في هذا السياق أن الأئمة الكبار كانوا يهتمون بفقه القرآن، وليس قد يكون حفظهم قليلا أو قاصرا أو كذا أو كذا. فهذا كلام ابن مسعود أيضا. من هو هذا الذي كان يحفظ القرآن لا ما سمه سميه، قال إلا ما رأيته، ولعله يقصد العلماء الذين لقيهم. اتفاق مع ابن القيم أيضا، المخيم نفسه يقول من الحديث معنى آخر، كم من شخص ليس حافظ القرآن ولكنه من أهل القرآن وخاصته بفهمه وتطبيقه. نعم. إذن يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. هذا هو الشاهد عند الشاطبي، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، يعني يعمل العمل قبل أن يظهر الهوى، لأن الذين سيأتون الهوى قبل العمل. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، دروس التجويد والإتقان وهذا والغنى وكذا وكذا إلى آخره، وتضيع حدوده أو تضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، يبدون أي يظهرون وتظهر وتطل أهواءهم. ها؟ يبدأون. ممكن. يبدأون. ممكن، لأن حتى في الصنف الأول قال يبدأون، لكن في الموطأ هكذا أيضا. يمكن يعتبر مرفوع هذا الأثر؟ ها؟ يمكن يعتبر مرفوع؟ لا. يعني يتكلم عن لا، هذه استنباطات، يمكن استنبط معانيه، لكن أن نقول إن مضمونه مرفوع لا. يعني كيف يمكن أن كيف يمكن يعلم المستقبل؟ لا، وكثير من النصوص تشير إلى تغيرات، فيمكن يستنبط منها، وكذلك يمكن أن يستنبط من حال التابعين مع الصحابة، يعني بعض الأمور بوادرها كانت تبدأ في هناك رواية أخرى لهذا الأثر، يقول فيها أشياء أخرى أكثر من هذا، لا في الموطأ هكذا تقريبا، هكذا بلفظه الآن. فإذا قصده من هذه القاعدة الأولى أن العمل إذا كان صادرا عن هوى فهو باطل بإطلاق، ما لم يكن فيه التفات إلى أن الشرع أمر به أو نهى عنه أو أذن به، على الأقل يكون قد أذن به. فإذا كل عمل لا يس فيه التفات إلى الشرع وليس فيه حضور للشرع في دوافعه وضوابطه، فهو لم يبقى إلا دافع الهوى والشهوة، وما كان ذلك فهو باطل لأنه خلاف الحق. سؤال دكتور، يعني هناك يعني مثلا في العمل الخيري، هناك من يقوم بعمل خيري معين بدافع المآسي مثلا والعطف على الناس وعلى إلى آخره إلى آخر الدوافع، وقد يكون له وجه واحد هو وجهه الشرعي، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتناء بهؤلاء، فهل هذا ممكن يصنف أنه في إطار الهوى؟ لأن فهمت كلام الإمام الشاطبي فإذا لم يكن لتربية الشارع في ذلك مدخل، يعني وجه من الوجوه، فهل هذا يعد لا يفصل الآن
طيب طيب صغير مثلا لا بمنطق انه يعني نشترك مع الاخرين غير المسلمين في هذه العواطف والعطف على الاخرين غير المسلمين مطلق شرعي. لا لا احنا ما يهم اختلافنا مع الناس الان هذه امور شخصيه اختلط او لم يختلط الله تعالى يعرف فلان ويعرف فلان ويعرف فلانا. اذا نحن نتحدث عن كل واحد ما دافعه على أي أساس تحرك ليقوم بهذا العمل، هذا هو كلام الشاطبي. إذا كان للشرع مدخل في تحركه ومبادرته وقيامه بما قام به فهذا يعمل وفق الشرع. إذا اختفى الشرع فلم يكن له تأثير بالمرة فذلك هو الهوى فالعمل باطل. واصبروا قليلا. قال وأما إن امتزج فيه الأمران، هل هذا الذي تسأل عنه؟ نعم. طيب. وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولا بهما، ولكن هذا غير الاختلاط أنه مع النصارى واليهود، لا هو في نفسه في نفسه اختلطت الأمور، الدافع كذا والدافع كذا، اختلطت الدوافع في نفسه. قال فالحكم للغالب والسابق، فالحكم للغالب والسابق. فإن كان السابق أمر الشارع أو فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فلا إشكال في إلحاقه بالقسم الثاني أي الذي هو وفق الشرع، وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة، لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة. إذن هو يفعل وفق الشرع ولكن له أيضا غرض ما. هذا هناك اصطلاح في هذا يسمى تشريك، الإنسان العبادة ثم يدخل فيها بعض أغراضه، يذهب إلى الصلاة ويريد المشي، يتوضأ ويريد التبريد على نفسه، يصوم لله تعالى ويريد دوافع صحية إلى آخره. هذا التشريك، تشريك في العبادات، لأن هذا هو جوابه، هو هذا التشريك، لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة، لأن الشريعة موضوعة أيضا لمصالح العباد، فإذا جعل الحظ تابعا، هذا هو الشرط عنده، فإذا جعل الحظ أي رغبته وحاجته تابعا فلا ضرر على العامل، والعكس. وإذا كان الغالب والسابق هو الهوى، الغالب في تحركه ومبادرته وعمله وإقدامه أو امتناعه هو الهوى، وصار أمر الشارع كالتبع فهو لاحق بالقسم الأول أي الذي هو تابع الذي هو هوى وباطل. وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك، هل الإنسان في عمله هذا يتحرك قصد الشارع أو قصد الشارع لا أثر له أو يعرفه ولا يبالي به؟ إذا كان تابعا، لا صحيح كان تابعا، لكن الآن المعيار هو هذا، هل تحري قصد الشارع حاضر وهو الأول أم لا؟ فكل عمل شارك العامل فيه هواه، فكل عمل شارك العامل فيه هواه فانظر، فإن كف هذا التطبيق، الشرع إذا أمرك بشيء فعملته ثم قال لك قف عند هذا الحد، إذا وقفت فأنت متبع للشرع، إذا تماديت فأنت متبع لهواك. طيب أنا هنا أوضح وأعطى مثال توضيح، الإنسان في شهوته الجنسية إذا وقف عند حد معين وإلا إذا تمادى ولو مع زوجته، تمادى فيما منعه الشرع كحالة الحيض مثلا، إذن هذا يفعل هواه ورغبته وشهوته لا أقل ولا أكثر. كذلك الآن مثلا الإنسان يقاتل في سبيل الله ولكن عنده حدود مرسومة في القتال، الله تعالى وضع غايات، الغايات في القتال حتى لا تكون فتنة أو حتى يقول لا إله إلا الله، الإنسان الذي يقتل المقاتل بعد أن قال لا إله إلا الله إذن هذا يقاتل لهواه، أو على الأقل أصبح الهوى هو الذي يقوده، وهذه وقعت وصححها ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك قاتل هؤلاء
لكن قال لك من أعلن لا إله إلا الله فكف عنه، وأنت تقول لا أنا أقتله، إذن هذا قتال أصبح لأجل الهوى. وهنا يأتي طبعا ما فعله خالد رضي الله عنه طبعا وعفى عنه حين قتل من قتل عند فتح مكة، والرسول أمرهم أن لا يقتلوا في فتح مكة، فإذن هذا صار متجاوزا. إذن هناك هوى، هناك رغبة بطولة، رغبة انتقام، رغبة تشفي، رغبة كذا، قد تدخل في قضية الجهاد وتختلط. فإذا الضابط عند الشاطبي أنه لما الإنسان ينفذ حكما شرعيا ويقف عند الحد الذي حده الشرع، هذا دليل على أنه فعلا إنما يعمل بعمل الشرع. دخول الهوى هنا لا يضر في المسألة. نعم، دخول الهوى لا يضر. كيف لا يضر؟ لا هو يقول هذا لا يضر، لأنه هو صحيح مستمتع بالعمل لكنه بيقف عند حد الشرع. نعم، هذا الذي وقف. نعم نعم، فعلا هذا الهوى التابع المحكوم. لكن المشكلة هي الهوى الحاكم، الشرع يقول له قف هنا، هو تمادى. لعله فاتني شيء لأنني لم أفهم عبارته لما يقول وإن كان الغالب والسابق هو الهوى إلى آخره. فالآن غالب الأعمال التي نقوم بها ننام ونأكل إلى آخره كلها يعني لا لا، ليس الغالب بهذا المعنى، لا، في العمل الواحد تعتمل في نفس الإنسان الدافع الشرعي ودافع الشهوة والرغبة. مثلا لما نأكل الدافع الأول هو الشهوة والهوى، إذن ليس لك أجر اختصار. هو لا، إذن يلحقون بالقسم الأول يعني. نعم، الأول أنه باطل. إيه باطل معنى لا أجر فيه. أوكي، الباطل معنى لا أجر. نعم، فيه ليس معنى أنه سيتناول الأشياء بالتفصيل فيما بعد. نعم، لا باطل عنده هنا. إذا كان المتبع هو الهوى بإطلاق، العمل باطل بإطلاق، باطل بإطلاق أي ليس فيه أجر. هذا هو. وفي جملة مهمة سابقا قال هنا: ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة. فحتى هذا الهوى إذا أثبته الشارع لا هو. طيب، توضيح هنا هو أن الإنسان إذا كان في مجمل حياته كنية عامة، مش لازم الإنسان، لأن على كل حال العادات مختلفة عن العبادات. العبادات النية في كل خطوة، في كل صلاة نية، في كل ركعة نية، كل عبادة. لكن في المعاملات إذا كان الإنسان نيته أنه يأكل، لأن يأكل ما أباحه الله تعالى، وأنه يقف عنده، وأنه يأكل لطاعة، هذه النية العامة كافية حتى يكون عمله مشروعا وصحيحا وإن شاء الله مأجورا، خاصة أنه بيتوقف عند المحرم. نعم، هذا هو الدليل. نعم، قرأت عند رشيد رضا لما تكلم عن التوحيد وأنه يعني خضوع مطلق لله، وأنك ولو خضعت لبعض الأهواء كالأكل إلى آخره وكنت مندفعا في عملك من قبل هذه النوازع، أن ذلك لا يعتبر مخالفة للتوحيد، لأنه يعني خضوع لهوى يعني وضعه الله فيك، فهو هذا الهوى يعني خاضع لله اصلا، فانت منسجم مع هذا التوحيد. لا، هذا لا يخالف التوحيد، لا اشكال، لا يخالف التوحيد، لكن احنا عندنا هل هو باطل او معتبر؟ معتبر هنا هي ان فيه اجرا بمعنى التوحيد، لان كما جاء عند رشيد رضا طبعا عند غيره أن كل عمل، كل حتى الإثم والارتكاب الإثم هو مخالف للتوحيد. لا يزني الزاني حين يزني وهو لا لا، مخالف للتوحيد أو مخالف لمقتضى التوحيد، فيجب أن نفرق بينها. التوحيد يعني كما عرفه خضوع مطلق لله في كل صغيرة وكبيرة، فإذا عصيت الله كنت خاضع لشهوتك، إذا زنيت وكنت خاضع للمال وشهوة المال، إذا سرقت وهكذا، فهذا يعني في خلل في التوحيد من هذه الناحية. إذا كنت خاضع لشهوة الأكل فلا تكون يعني مخالفا. لا، وعلى كل حال احنا نفرق بين ما هو مخالف للتوحيد أي يخدش التوحيد أو ينقض التوحيد، وبين ما هو مخالف لمقتضى التوحيد. فإذا هذا الحديث الذي تشير إليه أو يشير إليه رشيد رضا يجب فهمه، لأن على كل حال المجمع عليه ومن مميزات أهل السنة أنهم لا يكفرون بالمعاصي المجردة، الجوارح، معاصي الجوارح
المجردة لا شيء منها يكفر. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذه مخالفة لمقتضى التوحيد، يعني فاعلية التوحيد ضعفت فيها فاعليته، أما التوحيد في حد ذاته الأصلي هذا لا 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 نقص فيه. ولذلك هنا أيضا هذا يجر حتى إلى النقاش، هل الإيمان يزيد وينقص أم يزيد ولا ينقص؟ هذا من هذا الباب، هو يزيد وينقص إذا اعتبرنا مقتضياته، أما إذا اعتبرنا أصله فهو يزيد ولا ينقص، لأن هناك حد أدنى، لأنه إذا نزل عنه ليس بمؤمن ويكون مرتدا، وهذا لا يقول به أحد. إذن قال رحمه الله: وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك، فكل عمل شارك العامل فيه هواه فانظر فإن كف عن هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع فالغالب والسابق لمثل هذا أن يكون أمر الشارع وهواه تبع، وإن لم يكف عند ورود النهي فالغالب والسابق له الهوى والشهوة، وإذن الشارع يكون تبعا لا حكم له عنده. الفصل الثاني الذي بناه على هذه المسألة ملخصه أيضا كالعادة في رأس المسألة، قال: ومنها، أي مما يترتب على هذه المسألة، ومنها قواعد، نعم، ومنها من هذه القواعد أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا، مخوفا أي يخاف منه، يخاف، هذا معنى مخوفا. هنا يقول ابن الجوزي، ولعل عبارته توضح أو لعلها أوضح في كتابه الذي ذكرته: وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عاقبته. فهم هذا؟ الإنسان يتدرب على ترك الهوى الذي عاقبته محمودة، ومع ذلك درب نفسك على أن تتركه وتخالف هواك. لماذا؟ لأنك بهذا وحده تضمن أن تكبح هواك فيما عاقبته غير محمودة. إذن هذا هو معنى فعلا قول وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب. حتى هذا درب نفسك، ليس بالضرورة تتركه دائما، مقتضى الكلام. كلام من؟ ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، والغزالي سماه الرياضة النفسية في الإحياء. أي نعم. وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عاقبته. والشاطبي يقول أن اتباع الهوى في طريق أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود. ابن الجوزي أيضا له كلمة أظن: منعها ملذوذ مباحها. ها إيش؟ ابن الجوزي، لكن أظن في سير الخاطر يقول: منعها للنفس ملذوذ مباحها يقع الصلح على ترك الحرام. يعني أنه في بعض الأحيان ينبغي أن تدرب النفس على أن تمنعها ما تستلذ وإن كان مباح، فيحصل شجار بينك وبين تدافع، يقع الصلح على ترك الحرام، خلاص تسوية. وذكر أن من هذا الصيام مثلا أنه الصيام بيرفع درجة غير المباح، بحيث أنه لما يأتي المباح على مدار السنة ما يكون فيه إشكالية. نعم. إذن هنا الشاطبي يقصد ما هو أبلغ، وهو أنه مقتضى كلامه أنه حتى في العبادات الإنسان لا ينبغي أن يقوم بالعبادة لأنها هوى نفسه. لأن هنا مثلا من يكثرون الحج أو العمرة أو حتى كما ذكر الأخ المبادرة إلى الإنفاق وعمل الخيرات، إذا حس الإنسان أن هذا أصبح شهوة له
عليه أن يتوقف حتى يضبط المحرك. ليس من المطلوب أن يصبح ذلك شهوة له. يعني كيف ليس من المطلوب؟ هذا يقع مطلوب أو غير مطلوب. كيف وجعلت قرة عيني في الصلاة فأصبحت يعني لا العبادة الصلاة. هذا سيد هذا الاعتراض ذكر الشاطبي سيرد عليه أيضا. في رافض الموافقات. هل آتيكم به؟ طيب في نفس ولا في مكان آخر؟ لا بعد المسألة بعد هذه المسائل. سيأتي بعد تسبق. في مسألة أخرى؟ مسألة أخرى. نصل إليها. على كل حال قصد الشاطبي أن دخول الهواء وذكر في آخر المسألة أو في فصل آخر سيأتي دخول الهواء حتى في الأعمال الصالحة في النهاية سيتمادى الإنسان سيتجاوز الحدود ستغيب نيته الصالحة ستصبح مغلوبة ستصبح مغمورة وفي النهاية أيضا يتهجج عنده سلطان الهوى وهذه هي المشكلة الكبرى. المشكلة الأم هي أن تتأجج في الإنسان سلطة الهوى كما قلنا الآن في المقاتل الذي يجاهد في سبيل الله. أنتم تعرفون فيما أظن في حين عزل عمر خالد بن الوليد كان واضح أنه الجهاد أصبح هوى له أو يخشى أن يصبح هوى له البطولات والانتصارات والفتوحات إلى آخره إذا خشي من شخص من قائد أن يصبح هكذا هذا يجب أن يرجع حتى يهدأ هذا الهوى ويتراجع ثم يمكن أن يعود أو أن لا يعود. فإذا العبادات الآن مثلا يشير الشاطبي كذلك هنا إلى الصوفية الذين جاهدوا وجاهدوا وجاهدوا حتى أصبحت هذه المجاهدات هوى لهم وأصبحت نتائجها وثمارها هوى لهم كرامات والفتوحات. وهذا صحيح يعني تصبح متعة. وأورد في ذلك قول إبراهيم بن أدهم وينسب أيضا إلى رابعة العدوية لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه في السيوف. الإنسان يصبح مستمتعا بعدم الأكل مستمتعا بالعبادات التي لا حد لها مستمتعا بالكرامات التي يجنيها والصفاء وكذا. إذا أصبحت هذه الأمور أهواء تسيطر عليه وتحركه هنا مشكلة أيضا بمقتضى هذه القاعدة وهي أن اتباع الهوى طريق المهم وإن جاء في ضمن المحمود. نعم يعني هذه المبالغة في نفي الهوى بهذه الطريقة هذا أثر صوفي أعتقد أنه لأنه استلذاذ بالطعم شرعا لا تجد حلاوة الإيمان هو لا ينفي هذا واللذة هي المصلحة تعرفها إذا أصبح اللذة وكلام واضح تقدم. إذا أصبح هذا هو الغالب وهو السابق الذي يحرك الإنسان هو الذي يتبادر إذا قام إلى شيء كان هذا القصد يعني. كان هذا الحافز هو الأول أصبح مهيمنا أصبح محركا أصبح قائدا أصبح غالبا هذا هو هذه مشكلة الشاطبي. ومع ذلك احنا نناقش في النهاية أفكاره ممكن يعني نطبق نظرية الأصلي والتبعي هذا النوع كله سيدور على الأصل والتبعي من الأعمال. نعم سيدو سيدكم في المسألة الخامسة أي طيب إذا مبحث متكامل هذا نعم كما قال إلى آخره فإذا دخل عليه أي على الإنسان المجتهد في العبادات والطاعات فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس وغنى ولذة ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك كما قال بعضهم إلى آخره إلى مقدمات. فإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال. قفوا الآن ولا فيما بعد عند عباراته المحسوبة
بدقة بدقة رياضية. فلعل النفس تنزع إلى مقدمات النتائج، إلى مقدمات تلك النتائج، فتكون سابقة للأعمال. إذن قبل أن يقدم على العمل تكون هذه النتائج ماثلة وتكون مرغوبة وتكون هي المحرك. وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله. هذا الرتبة اللي وصلها الإنسان بزهده وعباداته ومجاهداته يسقط عنها إذا وصل إلى هذا الحد، أن هذه النتائج وهذه الثمار وهذه المتاع وإلى آخره تصبح تأتي قبل أن يقوم بالعمل. وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله. هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة. إذن هو يصحح، الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة، لكن قد يصير إلى المذموم على الإطلاق. ودليل هذا المعنى مأخوذ إلى آخره من استقراء أحوال السالكين. القاعدة الثالثة والأخيرة من القواعد المنبنية على هذه المسألة قوله كذلك، وهي قريبة من هذه، ومنها من هذه القواعد، أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، فتصير كالآلة، فتصير أي الأحكام الشرعية، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس. وبيان هذا ظاهر، ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا. وقد تقدم في كتاب الأحكام هذا المعنى إلى أن قال: ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث، حديث الفرق، أصل ابتداعها اتباع الهوى دون توخي مقاصد الشرع. إذن الهوى قد يدخل في جميع الأحكام الشرعية، وهذا هو على كل حال الرياء أو غير الرياء، لأن الفرق ليس رياء، وإنما ركبت نفسها بالمغالاة والتشدد في هذه الأمور دون وقوف عند حد الشرع، فكان ما كان من هلاكها وضلالها. فإذا الإنسان حتى وهو يأتي بالأحكام الشرعية يبقى الدافع الشرعي هو المحرك. أنا عندي الباب مفتوح للنقاش، طبعا ربما أشرت منذ البداية إلى أن الشاطبي فعلا اشتد في هذه المسألة، وهو محق في الجملة فيما يحذر منه وينبه عليه. ولكن من الأمور التي وقفت عندها هو أن الشاطبي لم يجعل شيئا وسطا بين هذا وهذا، إما الهوى وإما الشرع، وما ليس بشرع فهو هوى، وما ليس وفق مقاصد الشرع وأغراضه وإلى آخره فهو باطل بإطلاق. السؤال الذي عندي هنا أو الاستدراك الذي عندي هنا هو أن هناك حالات لا يكون التصرف فيها تابعا للشرع، ولكنه أيضا ليس بالضرورة هوى وليس نابعا من الهوى وتابعا للهوى. الأمثلة هنا هو ما تحدث عنه أفعال العقلاء. أفعال العقلاء حين يعملون وفق العقل ليس هوى وليس شرعا بالضرورة. كذلك الإنسان اليوم على سبيل المثال حين يعمل بتعليمات الطبيب في صحته، هذا ليس هوى وليس شرعا. كذلك أتباع الديانات يفعلون أفعالا وتكاليف ومجاهدات تضاهي ما عليه صوفيتنا، ولكن ليس هوى، على الأقل في أصله ليس هوى، هم يعتقدون، ولكنه أيضا ليس الحق. فإذا كأن هناك صنف أو مرتبة أخرى يمكن أن نبحث عن حكمها، هل تلحق أو لا تلحق بهذا أو بهذا، لكن ليس الأمر كما الآن الشاطبي لا نزيد هذه المرتبة وهذا الصنف من الأفعال والتصرفات. ولذلك ابن الجوزي في طيلة كتابه وعلى صغر حجمه المقابلة عنده بين العقل والهوى،
الشاطبي عنده المقابلة بين الشرع والهوى ولا ثالث لهما. ابن القيم وغيره أيضا عندهم هذا الثالث الذي هو العقل. فإذا الهوى ما ناقض العقل والشرع. فإذا يمكن للإنسان أن يعمل وفق عقله، والعقل هنا هو أيضا التجارب ويعني ما استقر عليه أمر العقلاء والأمم إلى آخره، هذا كله يدخله، فهذا لا يكون عاملا بالهوى. بينما الآن كلام الشاطبي إذا حاد عن الشرع ظاهرا أو قصدا فهو الهوى لا ثالث لهما. والآية كذلك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فجعلهما أمرين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهناك على كل حال الظن حتى هو باطل لكنه غير الهوى. إنسان قد يظن ظنا ويجتهد اجتهادا ضعيفا ويتوهم، هذا ليس الهوى، هذا شيء آخر. فإذا هذا الشيء الآخر الذي الآن أعطيت عدة إشارات وأمثلة منه، حين نقرأ الآن على الأقل حتى هذه الساعة يمكن تذكر الشاطبي لم يجعل له مرتبة ولم يجعل له حيزا ولم يجعل له ولم يبحث لنا عن حكم له. هذه الملاحظة الكبرى فيما يتعلق بالإضافة كما قلت، وهي نفسها تقريبا أن الشاطبي يعني شدد كثيرا في موضوع الهوى رحمه الله. ولكنه أن يأتي بهذه النظرية حقيقة أو بهذا المقصد العام للشريعة، وأن الشريعة قصدها إخراج المكلف عن داعية هواه من حيث المبدأ، هذا شيء حقيقة بديع وعميق وشيء رفيع. لأنه حقيقة الشريعة والشرائع كلها كما قال هو في مكان آخر قد نصل إليه، قال الشريعة لها مصلحة كلية ومصالح جزئية. فالمصلحة الكلية للشريعة، المصلحة الكلية للشريعة هي أن يكون المكلف تحت حكم الشرع، فلا يكون كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع. هذه المصلحة الكلية، وهذه المصلحة الكلية هي أنه فعلا الإنسان خرج من الفوضى والتسيب وما يهوى وما يرغب وما يدفعه إليه طيشه ولذته وخواطره وهواجسه، إلى أن يصبح إنسانا يسير بخطى محسوبة، هذا هو الشرع. وأما المصلحة الجزئية قال فما يعرب عنه كل دليل في بابه أو في موضوعه. فإذا هناك مصلحة كلية هي هذه التي يتحدث الآن عنها الشاطبي بغض النظر يستدرك عليه أو لا يستدرك، وهي أن الشريعة جاءت لتخرج الإنسان من الهوى والمزاجية والطيش والشهوانية والمزاجية إلى أن يصبح منضبطا. هكذا الفرد، هكذا المجتمع، هكذا الدولة. إحنا اليوم عندنا دول مزاجية، دول يحكمها الهوى فعلا، هوى الرئيس وهوى الأمير وهوى الملك وهوى الزعيم، وهذا نراه وما زلنا نعيشه خاصة للأسف خاصة في دولنا. بينما الإسلام كما قال، أنا أتذكر واحد قومي سيف الدولة، إيش اسمه هذا، مصري قومي معروف، عصمة سيف الدولة يقول فعلا بحق أول تجربة فيما يسمى بدولة القانون هي دولة الإسلام. دولة، وما الذي يقابل دولة القانون؟ دولة المزاج. لأن الذي يقابل دولة القانون قد يكون فيه بعض الصواب وبعض الإنجازات. الآن بعض الدول التي يحكمها الهوى والمزاج يعني أبراج وطرقات وجسور وطائرات ومطارات، يعني فيه لا تخلو، لكن في النهاية الحاكم الأعلى لها هو الهوى، هو المزاج. فإذا الإسلام جاء يخرج الدول والمجتمعات والأفراد من قانون الهوى إلى قانون الشرع، هذا شيء حقيقة ظاهر.
هذا الذي يقرره الشاطبي بهذا الوضوح في هذه المسألة وفي المسائل الآتية وفي مواضع أخرى من الكتاب حقيقة نظرية قوية ثابتة واضحة، لم أرى من سبقه ولا من جاء بعده إلى الآن من يرسمها ويرتبها ويؤسسها بهذه الكيفية. والاستدراك هو ما سمعت. نعم تفضل. الذي الدكتور متز يذكر أن كانت حلقة من حلقات الحياة حول المصلحة في الشريعة الإسلامية، وكان طبعا كنت ضيف في الموضوع كان الشريعة والحياة، كان نقاش طويل عريض حول إسلام المصلحجي، هذه عبارة ذكرها المذيع وكذا فعلا ذكرها المذيع وأعدها معد احنا نتعامل بالظاهر انت تكون انت تكون كواليس ففعلا هذا الموضوع الا شرطي بالان يقرر بعد ان قرر بان الشريعه جاءت للمصلحه وكذا كذا، ثم دفع شبهه ان ليست المشقه فيها هي المقصود، فهنا جاء صح ان مفهوم حقيقي للمصلحه ليست تابعه للهوى وإنما تابعة ل هذا قرره في النوع الأول، لا تنسوا هذا قرره في النوع الأول، وهو أنه حينما تحدث عن المصلحة وأن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ومضى في ذلك، عاد ليقول انتبهوا المصلحة التي نتحدث عنها هي بميزان الشرع، هي المصلحة الشرعية وليس المصلحة مطلق المصلحة كاملة. لكن وبعد هذه المسألة سيؤكد على أن المصالح هنا نوع مصالح أصلية وتبعية، الأصلية لا مسامحة فيها ولا يقبل فيها حد مكلف، وأخرى تبعية مش لا يقبل فيها ليس فيها ليس فيها نعم ليس فيها صح، مثل العبادات ومثل المصالح العامة الكبرى. فإذا هذا هو يعني تصحيح لمفهوم هذه التأسيس على نفهم إذا كانت يعني المصلحة الشرعية هي الأصل، لكن المصلحة الشخصية تبع للمصلحة الأصلية الشرعية فلا بأس في ذلك. هذا ما قال نعم يعني لا احنا يعني على كل حال الأصلي والتبعي طبعا التبعي معناها مقصود للشرع لكن قصد تبعي هذا الأفضل والأكمل عنده أن الإنسان يعمل على المقاصد الأصلية، وإذا عمل على المقاصد الأصلية فهو دائما في 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 ظل الله يوم في ظل الله وفي ظل الشرع وفي أمان وفي كذا، لكن لا بأس أن يعمل على كل هذه نصله إن شاء الله لا نستبق الأحداث. نعم عندي سؤال حول مصطلح قضية التشريك اللي حضرتك ذكرتها. نعم التشريك بمعنى إشراك شيء من الهوى؟ لا من الأغراض، من الأغراض وليس الهوى أو الرغبات. لا أنا أقصد أنه مثلا يكون في عبادة من العبادات ثم حصل مسألة التذاذ نفسي ورغبة إنسانية هو كان عندي القضية يعني عملها لي إشكالية كبيرة بشكل شخصي، لأنه ما نقرأ مثلا في باب الإخلاص مثلا خاصة في التصوف مسألة مجهدة ومتعبة، أظن الحارث المحاسبي له كلام في انه اذا صلى الانسان الظهر مثلا في المسجد وكذا ثم لما انتهى من الصلاه حس براحه نفسيه شديده يقول فاز حظه من الصلاه كذا خلاص. من قال هذا؟ محاسبي اظن من سبب هذا الكلام انتهى يعني ما انتهى الموضوع عليه السلام. انه اي شيء الانسان يستفيده من العبادات تضيع ثواب العباده، وده يصيب الانسان بحاله نفسيه صعبه يعني لو ما خدش باله أو ما فهمش الأمور. لحد ما قرأت كلام للإمام القرافي لا أذكر نصه، هو صاحب مصطلح تشريك في قضية التشريك ما يجوز فيه التشريك، وقال إنه مثلا ذكر الصيام وقال إنه الصيام له يعني أشياء قد تتعدد ليس فقط الإنسان يحس بالقراء والجوعة وكذا، ولكن قد يستخدم في أغراض أخرى كما في حديث يا معشر الشباب، فهو هنا استخدم لعلاج العزوبية وليس لمسألة الإحساس بالفقراء والمساكين والجوعة وهذه المسائل لكسره، هو نوع من أنواع التداوي في أشياء أخرى. فقال إن يمكن أنه تتعدد الأغراض وتشترك حتى بالمفهوم الشرعي نفسه أنه نجد لها أشياء.
مثلا إذا الإنسان استخدم الشرع كأداة، يعني هو مثلا عنده أداة أو اثنين أو ثلاثة حقق بها غرض، فقال إنه يستخدم يعني أداة شرعية بدل ما يستخدم شيء غير شرعي يضربه ما نال شيء من الثواب. مثلا الامرأة أو الرجل حتى مثلا يريد أن ينقص الوزن، فممكن ينقص الوزن عن طريق طرق وكذا، فقال لك تمام نستخدم الصيام، منها الصيام، نستخدم الصيام لا بأس به. فهنا هو طبعا هنا السابق هو انقص الوزن، إنه هو عايز ينقص وزنه، بس قال يعني ناخذ ثواب واحنا ماشيين في الطريق يعني، فدي تحدث إشكالية. هل ده ممكن؟ أو مثلا العلاج النفسي، إنسان مريض وعنده توتر وكذا فينصح بالصلاة إنه يصلي، رغم إنه ممكن يستخدم طرق أخرى، لكن هنا استخدم الشرع وآثر الشرع على غيره. فهذا النوع من التشريك هل هذا يحدث إشكالية أم لا؟ وعندي سؤال آخر في التشريك لكن نذكر هذا أولا. طيب، أولا هذا الموضوع سيبقى معنا إلى نهاية كتاب المقاصد في النوع الرابع، ثم في مقاصد المكلف. هذا موضوع حقيقة يمكن أن نتعب منه من كثرة ما سيريد، ونفس الشاطبي فيه طويل جدا، ويعني يعمل فيه بنفس لا يكل ولا يمل. فإذا سنرى من هذا الموضوع فعلا ما قد يكون مبالغة في الاحتفاء به لأسباب طبعا. الأمر الآخر هو تراجع، وإن كان نحن الآن ممكن نتجاوز ما ذكره القرافي. القرافي فعلا كان رائدا ومبدعا في هذه المسألة، وهذه المسألة أيضا أصلها عند عز الدين بن عبد السلام. غالبا ما يقرره القرافي أصله عند ابن عبد السلام، وما يقرره ابن القيم أصله عند ابن تيمية، وما يقرره الغزالي أصله عند الجويني إلى حد كبير. القرافي قال الفرق، وهذا الفرق نأخذه كميزان التفريق الذي أعطاه، الفرق بين الرياء المحرم والتشريك المباح. لماذا نجيز التشريك ونمنع الرياء؟ إذن أين يكون الرياء وأين يكون التشريك؟ فقال الرياء حيث يكون النظر إلى الناس، والتشريك لا تنظر إلى الناس. إذا كنت لا تنظر إلى الناس فاطلب ما شئت من المصالح والفوائد والأغراض، خلاص خرج البشر، لأن الإنسان لن يجامل أحدا إلا البشر، لن يجامل حجرا ولا شجرا. إذن كاين الله كاين البشر، إذا كان الإنسان يراعي في أعماله البشر دخل الرياء، إذا كان الأمر بينه وبين الله فليطلب ما شاء بعبادة الله، وليطلب ما شاء من الأغراض والمصالح والتداوي البدني والنفسي والاجتماعي وإلى آخره. هذا هو المعيار. إذا خذ هذا المعيار، ريتما نخوض مع الشاطبي في 300 صفحة أو 200 صفحة ما زالت أمامنا. الموضوع الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إذا دخل على عائشة فيسأل هل عندك هل من طعام، فإذا لم يتقاتل لها فيقول أنا صائم. هل هذا يعني أنه صام لأنه أم أن هذا الأمر لا يمنع؟ إذا حدود الرياء، ما هي حدود الرياء؟ إذا كان الإنسان يفعل الفعل وهو ينظر إلى الناس ويريد أن ينال مما عندهم من قول حسن أو كذا أو كذا، أو تقدير أو تعظيم أو مكافأة أو شكر أو كذا إلى هذا الرياء، حيث لا وجود للناس ولا أثر لهم، هذا هو التشريك المباح. هذا معيار الشرع القرافي. هناك قصة علي رضي الله عنه لما كان في ميدان القتال وتمكن من عدوه وكاد يعني يقضي عليه، فبصق في وجهه فيعني تمس او ترك عن قتله، لانه لم يريد ان تختلط الدوافع. فهل هذا يعني فقط من باب يعني الورع؟ هذا تنزه فعلا، تنزه لانه فعلا يعني تنزل. تشريك، المسألة فيها تشريك. ها؟ مسألة فيها تشريك. لا الآن مصطلح التشريك عند الشاطبي، الإنسان يقرر العمل من البداية ويريد كما قلنا
أنا مرة كنت مع طبيب وهو صديق لي، قال لي لازم تتمشى كل يوم على الأقل 60 دقيقة في اليوم. فبدأت أضحك، قال لي كي؟ قلت له لأن 60 دقيقة هي التي يتطلبها ذهابي إلى المسجد في كل يوم 5 مرات. فقلت خلاص المشكل المشكل محلول يعني، تعليماتك. قال لي لا، ليس هذا المشي الذي نعنيه. كتاب الدكتور بريسو هنا، المقاصد التعبديه، اي مازال ما قريته، نفس الاطار وهو مستوحى من فاذا غير موجود طبعا محليا يعني. بعد النسخ بعد نشوف مقاصد التعبدية والحدود النفسية، ومستلهم من هذه القضية. ممتاز. الآن بالنسبة لعلي رضي الله عنه، في هذا المثال نحن نستطيع أن نقول إنه دخل إلى هذا القتال مع هذا الشخص أو في المعركة بصفة عامة، ولا يخطر له هذا، بمعنى لو أراد وقتله، ولكن مع ذلك هو احتاط لنفسه وتنزه أكثر، لأن العنصر دخل، ولأنه ممكن مثلا قبل أن يبصق في وجهه كان سيقتله بطعنة، بدا ان بصق في وجهه سيطعنه 5 طعنات، معناه انه في النفس شيء. فلك هذه درجه من التنزه صحيح، ومن الاحتياط، ومن النقاوه في التصرف والسلوك. السؤال التشريك الاخر هو تشريك النيه في العبادات، يعني مثلا الانسان بيدخل المسجد هذا يسمونه تكثير النيات. تكثير النيات. تكثير النيات. نعم ممتاز. هذا أيضا لا بأس به. مطلوب يعني. ممتاز مطلوب هذا. القرافي عنده كتاب في النية أيضا مطبوع. عندكم عنوانه إدراك المنية في إدراك النية أو كذا. فيه يتناول هذه المسألة، تكثير النيات. أي تكثير عدد من العبادات في نية واحدة. ضربوا عدة عصافير بحجر. يعني مثلا يصح ذلك، شخص مثلا كان مريض في رمضان او امرأة كانت حائض، وبعدين جاءت الايام الشوال فصامت هذا مع هذا، هل هذا يقبل ولا لا؟ هذا يعني صارت العبادة واحدة. ايوه لا على كل حال، قضاء ونافلة، لكن هي القضاء وشوال. ايوه قضاء وشوال هي متعددة. نعم، لان هنا على كل حال ليس هذا ما نتحدث عنه، يمكن أنا ما نتحدث عنه. لا الحاج ربما الحاج تقصده اللي هو تكثير النيات من اجل الحصول على ثواب اكثر، فمثلا أنا المثال الذي يحضرني، كنت أيضا مع بعض الإخوة الأطباء، قلت لهم أنتم يوميا تذهبون لزيارة مرضاكم وكلهم جراحون وكذا، كل صباح أول ما يبدأ به يطوف، قلت إنوي هذا زيارة مريض، عيادة مريض. ففرحوا وضحكوا. لكن بشيء آخر لهم نتكلم عنه هو إنه أنت تعود 10 مرضى كل صباح، إنوي هذا وابتسم وسلم عليه وكيف حالك يا أخي وكذا، وأنت طبيب أيضا. أيضا في كانت دكتور في المحاضرة عفوا هذا، ومن أحياه فكان ما أحيا الناس جميعا، في الطب. أي نعم. ذكرت هذه الطبيب أصلا عندي ففرح بها جدا يعني. من أحياه فكان ما أحيا الناس. لكن هنا عبادتين بنجمعهم بنية واحدة. يعني مثلا دخل المسجد في تحية المسجد وسنة الظهر القبلية، فعمل الاثنين إنه هي الاثنين مع بعض. أي نعم. فهل هذا لا، هو الإنسان إذا دخل المسجد ولم يبقى له وقت. فدخل في الفريضة مباشرة. لا لا، احنا نتكلم في ما تزال الصلاة لم تقم. أيوة. بعد يصلي، فبيصلي سنة الظهر. فجمع سنة الظهر الراتبة وتحية المسجد. ايوه جمعهم سويا، او صام 6 من شوال. ايوه كسنة وقضاء للايام اللي فاتت. أيوة. لا هذه اللي انا متوقف فيها. لأن هذا نطلب كل واحد على حدة، لكل حال لا ليس هي شو، وخاصة أنه في فرض ونافلة يعني ما هيش من درجة هي واحدة. نعم هذا قضاء وتطوع، لأن هنا ضاعت أيام شوال على كل حال. وأنا سأل أخيرا فيها طبعا.
هناك من يجيز هناك من يجيز إيه طيب إنه هو فيه مقصود فيه إيه دائما ها إنه هو فيه سوى مش سواء كان تطوع أو قضاء منه أو من لا لأن الحديث الحديث فيه وفي حكمته عند الفقهاء أن من صام ستا من شوال من صام رمضان وأتبع فكأنما صام الدهر. قالوا كيف ذلك؟ لأن صيام شهر 30 صيام شهر بعشرة أشهر الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ستا بينما هذا صاحبنا لا 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 لم يخرج عن رمضان، الذي يقضي رمضان لم يخرج عن رمضان، لا يمكن أن نقول له كأنك صمت الدهر. شفت؟ إذن ستة أيام من شوال يجب أن تكون شيئا زائدا عن رمضان، وقضاء رمضان هو رمضان. والله أعلم. أكل حال من أراد أن يقرأ القرافي أيضا من العباقرة أي له وإن كان كما قلت أصل أفكاره عند شيخه، ولكن هو يعني أعطاها قوة وصياغة إلى آخره. رغم أنه مالكي وشيخ الشافعي، لكن ما أيه لا هو أنا لا أستطيع أن أقول ابن عبد السلام شافعي ولا أشعري، رغم أن التصنيف الرسمي في الوثائق هو أنه شافعي أشعري، ولكن لا لا لكنه كان مالكيا في السر. لا لا أنا مالكي في العلن. ابن تيمية أيضا كان مالكيا لأن المذهبية عندي بالأصول وليس بالفروع. أظن الغزالي أيضا في باب المياه ولا لا الغزالي له لكن توجهه العام الغزالي يمكن أن تشبهه بابن العربي يخالف المالكية أحيانا ولكنه مالكي متعصب يعني في الجملة. الغزالي شافعي لا ابن عبد السلام لا مجمل فكره ومجمل فقهه ليس متقيدا بالمذهب الشافعي أبدا ولا بالأشعرية من باب أولى ليس أشعريا ولا شافعيا بالمرة. غزالي تارة يتجاوز والجويني تارة يتجاوز بشكل صريح يقول أصحابنا ليسوا على شيء في هذه المسألة مثلا قد يقول هذا ولكن مرات قليلة وفي المجمل تجده يدافع عن المذهب وعن أصوله واجتهاداته وكذا أما ابن عبد السلام لا لا امره الزهين عبد السلام في سيرته انه هو تاخر في التعليم وكذا تاخر إيه؟ في طلب العلم وانه ما كانش مهتم الى ان وصل الى الثلاثين ما اعرفش هذا لا 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 ادري ابن حزم هذا يقال عنه لكن ليس صحيحا ابن حزم تعلم يقال عنه هو تاخر في طلب العلم وكذا بعد 40 ابن حزم لكن اظن مع التحقيق لم يثبت هذا لانه في له مشايخ ولو حتى شيخات حتى نساء درسنا هو صغير لا وماتوا هو صغير فلا يمكن ابدا يكون شيوخه هو طلب العلم مثلا بعد 30 لكن لا يمكن يكون في الصغر طلب العلم بصفه عامه لانه كان اديب ومؤرخ وشاعر وكذا ثم التخصص الفقهي الاصولي هذا ممكن ما استهين مره من المرات من قبل احد العلماء فغضب فشرع في هو لما دخل يصلي في المسجد خطبة فصلى مره لا ومره جلس فقالوا له قم فصلي اظن انه اخونا سمير قدوري قال غير صحيح هل حققت مساله هي رجعت لها؟ لا في اخ لينا عمل دكتوراه على ابن حزم هو اللي اخبرني بهذا اذا شخص ومن المغرب كمان دكتور سمير ناسي خوفيهم يعني هذا سمير قدوري سمير هو اللي قال لي هذا الكلام عجيب واذا هذا متخصص في متخصص يعني هو من المهووسين لا هو كل حياته مع ابن حزم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين احنا عندنا اليوم